إذن متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد لقاؤنا بكم من عاصمة البغاة على الهواء مباشرة في بث مباشر آخر في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء. هكذا تبدو أو هكذا يبدو كورنيش عاصمة البغاة في الساعات الأولى من الصباح في أجواء هادئة ومثيرة، في أجواء مليئة بالسكينة والطمأنينة، في أشهر مكان يعرف بضجيج الأقدام. في هذه الأثناء سكون وطمأنينة وهدوء ليس له مثيل، تود قناة الشعب قناة شوف تي في أن تشاركه معكم في مشهد بانورامي لا مثيل له. كما أقول دائما متابعين الأوفياء، قناة الشعب قناة شوف تي في تنقل لكم الأحداث والأخبار بالصوت والصورة في بثوث مباشرة لتوصل لكم الأخبار. هذا هو كورنيش العاصمة من بدايته إلى آخره. أجواء كما قلت أجواء جميلة هادئة ومثيرة. ما تنساوش أيضا متابعينا الأوفياء وأنتم تتابعون هذا البث على قناة الشعب قناة شوف تي في أن تشاركونا من أي منطقة أو من أي مدينة تتابعون هذا البث المباشر. سمير وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي، أهلا وسهلا، صباحكم مبارك، صباح الخير لمن استيقظ في هذه الأثناء للبحث عن قوت يومه، صباح الخير لأولئك الذين يبحثون عن طرق لتحقيق أحلامهم وأهدافهم، صباح الخير أيضا للمتشبثين بالحياة، للمتشبثين بالأمل. طبعا كانت من نوم الله عز وجل اللي وفق الجميع في كل خطوات الحياة. كما قلت مشهد بانورامي بامتياز. بالنسبة للناس اللي معنا في هذا البث المباشر، ما تنساوش تكتبوا لنا منين كتتابعوا هذا البث المباشر. متابعينا الأوفياء كنا معكم مباشرة من عاصمة البغاز.